لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر في الاشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شيخ إدريس أبكر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الشيخ ياسر الدوسري. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. أنا اسمي صالح خيري صالح سليمان، من محافظة البحيرة مركز أبو المطامير، حاليا مقيم في القاهرة هنا، بدرس في جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية شعب عام. قصة التقليد دي كانت جت بالصدفة كده، يعني الواحد كان بيبقى قاعد كده فبيسمع من كتر سمعي للمشايخ، يعني مثلا المشايخ القدامى زي الشيخ النقشبندي والناس دي، فبدأت الواحد يتعلق، فبدأت لقيت نفسي بقلد كده تلقائي. فهي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الواحد بيبدأ يثقل الموهبة ديت بالدراسة وإن هو يشتغل على نفسه أكتر يعني. بعد كده اتجهت ان انا ادرس المقامات الصوتيه والحاجات دي واسقي الموهبه بتاعتي بالدراسه، فروحت مدرسه الانشاد الديني والحمد لله. الشيخ عبد الرحمن السديس ده امام في الحرم المكي، هو بيبدا كده الله اكبر. الشيخ المساعد بتاعه اللي هو الشيخ علي الملا مؤذن الحرم المكي الله اكبر. بيبدا الشيخ الحمد لله رب العالمين. الشيخ ماهر المقلي الرحمن الرحيم. الشيخ ياسر الدوسري مالك يوم الدين. الشيخ إدريس أبكر إياك نعبد وإياك نستعين. الشيخ سعد الغامدي اهدنا الصراط المستقيم. الشيخ نصر القطامي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ النقشبندي أنا بحبه جدا، يعني مثلا الأذان بتاع الشيخ النقشبندي الأذان المشهور، أذان ده بمقام الحجاز اللي طبعا متعارف عليه كل الناس عارفاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ده الأذان المشهور بتاع الشيخ نقشبندي اللي كلنا طبعا كل الناس عارفاه. أنا روحي في الإنشاد الديني، يعني في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، روحي تعلقت بمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية كان قرآن، بدأت مع القرآن، ختمت القرآن وأنا في
كان سن 15 سنه تقريبا. بعد كده بدات اتجه لانشاد الدين ومدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدات يعني يبقى في تشجيع من الناس. بدات في فتره قليله جدا ان انا ابدا انزل مقاطع صغيره كده على السوشيال ميديا، فبدات المقاطع تنتشر جدا. يعني ممكن في فيديوهات ليها تخطت 50 مليون فيو على السوشيال وكده. يا سيد الرسل الكرام، تحية من قلب عبد عاشق تواق. لما تبارى المادحون لنوره، وخجلت من عجزي مع السباق، وبكت عيوني، قلت يا نفس اهدئي، فالحب لا 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 يخفى عن العشاق. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وصدر المصطفى عرش استواء. الله الله، بعلم الله عم به احتواء. الله الله، وصدر المصطفى عرش استواء. الله الله، بعلم الله عم به احتواء. الله الله، فلا ينطق نبينا عن هواء، فلا ينطق نبينا عن هواء، فلا ينطق نبينا عن هواء، بوحي الله ينطق الكلام. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. يعني انا شايف الفترة اللي فاتت ان احنا كمنشدين بدأنا ان احنا ناخد وضعنا شوية اكتر على الساحة. يعني الاول ما كانش فيه اهتمام بينا خالص، كان الانشاد كان مهمش تماما. ولكن دايما بقول الفن الاصيل او الفن الكويس اللي فيه روح كويسة محتاجين ان احنا نسلط عليه الضوء اكتر. يعني للأسف احنا في فترة من الفترات، الفترة اللي فاتت، كنا مصدرين الضوء على يعني على الغنى بشكل عمومي وعلى المهرجانات ومطربي المهرجانات. لكن في فن جميل، فن روحي، محتاجين ان احنا نربي الاطفال الصغار عليه. تمام، في رساله بيقدم خدمه للمجتمع. المسك فاح المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، أشكل من وجدي وحالي. الله الله، وأقول لمين النبي غالي. الله الله، أشكل من وجدي وحالي، وأقول لمين النبي غالي. الله الله، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله. المسك فاح المسك فاح،
لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء